هو هدف سامي، هدف المصارف الفلاحية من أجل دعم بتسخير جميع الوسائل والإمكانيات. هذا اليوم التقني ياتي ضمن عده ايام مبرمجه على مستوى الولايات الصحراويه حاليا من اجل تنفيذ الخطه الوطنيه او الاستراتيجيه الوطنيه من اجل تنميه الزراعات الزيتيه وكذلك الذره الحبيه على مستوى الولايات الجنوبيه. عندنا برنامج بالنسبه للنباتات الزيتيه باش نحققوا 50% من احتياجاتنا، لازمنا برنامج في الخماسي من 2027-2028 تحقيق مساحه 300,000 هكتار مزروعه من النباتات الزيتيه بانواعها. سطرت اهداف اوليه في هذا السنه موسم 2024-2025 500 هكتار عباد شمس او كما يسمى دوار الشمس و500 هكتار ذره حبيه. الحمد لله كان عندنا عدة لقاءات مع المستثمرين مع الفلاحين والجمعيات من أجل تجسيد هذا البرنامج.